صباح العسل يا عسل. ما دافي؟ ثلاث أو أربعة؟ واحد، اثنين، ثلاث، أربعة. بسم الله. عسل سدر وعكبر وما دافي وعلى الريق الصبح. اليوم كله عسل. هلا ابو عبد الله. يا صباح العسل. صباح الورد. هلا ابو ابراهيم. شلومك؟ هلا بالزين. هلا ابو عبد الله. واخيرا التقينا. ايوه يا اخي، انت من جزيره لجزيره ما شاء الله عليك. الله سواق. الله يا جماعه، تخيلوا من كبر المنتجع ابو ابراهيم يعطينه بقي، لانه بعيد عن الريسبشن. انا بالجهه الجنوبيه وابو ابراهيم بالجهه الشماليه. وش ما نظفت مو ترك هذا. اوه، جولة اليوم غير. يا سلام، هذا بليهان فرع سيشل. الو، بسم الله. والله هذه بيلا جبال وطلعات الحين. عوف عليك، الحين للجبل وعقبه ان شاء الله للبحر. ما شفت الكياك. يا سلام على الترتيب. وبدأ السفاري في غابات جزر ماهي. وعبد الله انت تركبه مباشرة تجي للجبال. والله يا ريحة الأعشاب يا جماعة، تكل داخل محل العطورات. يا سبحان الله. التوقف الأول بنمشي تقريبا خمس دقائق وسط غابات جزيرة ماهي. سبحان الله، سيشل يا جماعه تتميز بانواع من النباتات وبرضو الحيوانات والطيور ما توجد الا في جزر سيشل. يا سلام على الريحه. اليوم على الفطور يا جماعه شربت ماء الليمون جريس. يسمونه ليمون جريس. اليوم شربت الماء حقه، يعني مسوينه زي العصير بس ما جازي بالحين. ريحته 100%. كثير من المتابعين يقول لي هذا الليمون جريس يقول موجود بكثافة جنوب السعودية وكذلك بالمدينة المنورة. لا تضيع بنا. لا نغادي وسط الغابات يا أبو إبراهيم. هذا وسلي الرهيب من مكتب لوكس، صراحة اشكرهم على الترتيب الخرافي. يا الله، والله يا حنا بموقع رهيب يا ابو ابراهيم. حجوج التنقلات كلها ارتحت منه، فضل الله ثم فضل هالمكتب. يا سبحان خالق مبدع الجمال، والله يا هو مكان ويا هي طلاله. فعلا سيشل لؤلؤة المحيط الهندي. يا الله، بدت تمطر ابو ابراهيم. بس بقلج. الله، الاجواء يا جماعه لا توصف، استهلت ما شاء الله تبارك الله. المظله موجوده، لا نبي نستمتع بالمطر.
المطر ما يدخل هنا من كثافة الأشجار. نشبنا يا ولد، الطريق صعب هنا، الطلعة صعبة. اقعد كان دحدر يا ولد، هذا الديزل مشكلة، هذا بنسحب منه لقب بليان، ما يستاهل. شد عطو افا. ومن مكان جميل الى مكان اجمل. يا الله يا اجواء اليوم يا جماعه، شوفون الالوان شلون جد، سبحان الله. الاوراق هذه اخضر كذا فاتح تفاحي، يا سبحان الله. عندنا هنا مطل جميل جدا، هذا راعي السياره واضح انه ناشب نشبه عند الله اخبره. الفاكهه هذه شدت انتباهي، شنو سدر ها، يقول يمكن تاكلونه، نبي نشوف. هي سامه؟ اذا ما هي سامه نبي ناكله عادي. ناكله ولا ما ناكله ابو ابراهيم؟ اصبر اصبر، قاعدين نسالها. اسمع، لا والله حلوه من جوا، حلوه بس القشه شكله ما يوكل. طيب يمكن سامه. مطل سانتا ماريا في جزيرة ماهي. يا الله على روعة وجمال الإطلالة. المطل الثالث اليوم، ما شاء الله كلها مطلات الديرة. شوف شوف البحر بالله، زوم يا الحبيب. يا الله خلصنا من المطلات ونزلنا هنا عند السواحل. زي ما قلت لكم يا جماعة، كل سيشن مياه تركوادية والشواطئ رملية. ابو ابراهيم ايش قلت اسم الشاطئ؟ هذا الشاطئ اسمه تاكاماكا. تاكاماكا نسبة الى الشجر هذا. اها، مسمين الشاطئ على هالشجرة هذه تاكاماكا. ايوه وصلنا للشاطئ يا ابو ابراهيم. سلام. هذا بنجرب ان شاء الله الكلير كاياكينج. هذا طال عمرك وانت تجدف تشوف اللي تحتك. تعرف لابو ابراهيم تعرف تسوقه؟ لعبتي. ترى انا بصور وانت عليك التجديف. انا جدي على كاياكينج. حلو والله خفيف. لكن هذا وش ابو ابراهيم الاجابه انا؟ هذا طال عمرك. ما ادري والله ايش حقاته هذول. باراشوت. المرشد حقنا الكيك حقه يختلف، طبعا ما هو شفاف زي اللي معنا، بس حليله طريقه تصفيط وصراحه رهيبه. صغير اذا ما يخدم ترى غرق. تطريح ذا. الله قاعد يتصفط يا جماعة، والله شغل تكتكة يا جماعة. شوف شلون صار جاهز. ابو ابراهيم تنوزي من حقنا. تبي نبدله؟ وضعك تمام؟ هذا تبعك ابو عبد الله. الله يعافيك. اوكي. الله يستر. عبد الله. يعني الحركة الواجدة تتحرك عليها. يا اخي شوف دلمة تحتك تسوي لك ربشه زود. شجرة شجرة. والله هذه لعبته يا جماعة، يقول جاي من السعودية على كياك.
يا كمان ندور محلل القارب حقه يا جماعة مصنوع في المكسيك الموديل الأمريكي بس ياهو غالي هنا يباع تقريبا 8000 ريال. يا ما شاء الله تبارك الله قمة الاستمتاع. طيب حنا البحر أبو إبراهيم لعبتي لعبتنا أنا ما أدري أشوف شجر تقبل أحس هذا الجداف اسمع ما أسوق بالشجر very good very very good حتى الدنيا لعبتها الحين يا سلام إيه أنت بين الشجر أشوفك يعني تبلش ما أبو شجر ما حط رخصة اللي بدون شجر شوف المنظر يا جماعة شوف المنظر والانعكاس يا إلهي والله شيء خرافي يقول لك ابو ابراهيم عمق البحيره مترين بس أيه. يعني الامور طيبه ايش يقول يقول اسماء كثير تعيش هنا يقول حتى صغار القرش ممكن يجي هنا افا اي يعني لو نطيح ابو عبد الله يعني سلمت من العمق ما سلمت من القرش بس والله الموقع يا ابو ابراهيم خرافي شاي 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 يا الله فعلا يا جماعة سيش اللؤلؤة المحيط الهندي يا حليل وزين نفسه والله بس تلعب بسوق اسمع بسوق ايش صدمنا انت عداها انت انا لا 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 ابو ابراهيم بريك 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 والحرب ليش يا باش شجر انت خذ خذ ذق ذق الشجره يلا دعسنا دعسنا ابو ابراهيم ازهله والله ما شاء الله المعضلين هذول شجره لا لا ما عليك أنا داري والله أنا داري تعال بسالي يا ابن الحلال تعال يا مناظر نمر من عنده يا جماعة بنحاول نعيش كمل الجو وروعة هالمكان سبحان الخالق العظيم والله يا الحفر هذه عجيبة وغريبة هذا السبب تكوينها سبحان الله إلى البحر الله ويسلي الله يا البحر ما ينفوت الرمل شلون هذا وقت السباحة لا إله إلا الله المبارك يا زينب خلصنا من الكياك طبعا تختار ترجع مع نفس دربك ولا تبي تمشى على الشاطئ لكن لازم تشيل الكياك خفيف ما يبي نزول بصراحة تجربة الكياك رهيبة وممتعة وبالتأكيد جمال المكان وجمال روح ابو ابراهيم تدري عاد ابو ابراهيم كل صراحه انت سبب المتعب هالجوله يا حبيبي انت والله اي والله والله يا ابو وقادتك الاحترافيه طبعا الله يهنيك